حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من أمطار رعدية غزيرة على المناطق الشرقية للبلاد ابتداء من الخامسة من مساء اليوم الجمعة إلى غاية فجر غد السبت. وأشار تنبيه الأرصاد الجوية إلى أن الولايات المعنية بالأمطار هي تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، بجاية، سطيف، ميلا، جيجل، سكيكدا، قسنطينة وباتنا. ونبه نفس المصدر من استمرار هبوب الرياح في كل من مستغانم، الشلف وتيبازا، وذلك إلى غاية الثالثة مساء. وأضافت مصالح الأرصاد الجوية أن زوابع رملية تجتاح جنوب البلاد والولايات المعنية هي تندوف، بشار، أدرار، تمنراست وغردايا، وتمتد صلاحية التنبيه من التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلاً.